بهذه الأهازيج استقبل المئات من أبناء منطقة عينات في مدينة تريم عودة رجال القناصة من رحلة صيد استمرت لمدة 6 أيام. يفضل رجال القناصة اختيار فصل الشتاء لممارسة هوايتهم في الصيد، حيث تخفف عليهم من مشقة المشي فوق الجبال تحت حرارة الشمس، وتكون الطرائد متوفرة بالكهوف والمغارات التي تسكنها في الشتاء. يتم توزيع المهام يعني المدة الذي نروح فيها، خاصة قنيصة الحافة يعني باسم منطقة عينات كامل، حدود أسبوع كامل يتم الإعداد والترتيب من قبل الأبو وشهور القنيص وأهل وأعيان القنيص وقادات الجنب. حصيلة وفيرة عاد بها القناصة هذا الموسم، وهو ما منح الأهالي هنا من مواصلة الاحتفالات تكريسا لهذا الموروث الذي يحرصون على إقامته كل عام. أصحاب عينات لا زالوا محافظين على التقاليد الأولية، لا زالوا محافظين على القناصة في أماكن محددة اللي يعتادونها. يعني عندنا خطم دائما نعتادها، فنحن دائما يعني نقرص هذه الخطم ولا نزيد عليها. يتمسك الناس هنا بهذا التقليد الذي تناقلوه من الأجداد إلى الآباء، كما يسعون من خلاله تلقين الأبناء فكرة الموروث الذي يحث في جوهره على روح المحبة والتكاتف، وتعريف الأجيال بأهمية ما تزخر به محافظة حضرموت. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.